مباراتين، سواء مباراه الاهلي وغزل المحله او مباراه الزمالك وطلاع الجيش، كان فيهم حالات تحكيميه كثيره مثيره للجدل. معايا عبر الهاتف الان كابتننا الكبير، خبيرنا التحكيمي الكبير، كابتن جهاد جريشه. يا كابتن جهاد، مساء الفل، مشرف ومنور كالعاده. كريم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. قول لي بقى، نبدا بمباراه الاهلي. انا عارف ان انت عندك النهارده حالات كثيره مثيره للجدل، ولكن نبدا مباراه الاهلي وغزل المحله بترتيب اليوم النهارده. تمام. ماتش غزل المحله والاهلي هنتكلم في اكتر من 3 4 حالات مهمين في المباراه للطرفين، سواء للغزل المحله او للاهلي. فهنتكلم في الاول اللعبه الاهم في المباراه، لعبه اللي قدامنا، هي بتاع محمد الشناوي. الكرة يعني الشناوي الكرة طورت منه، فالفار استدعى محمد الحنفي انه بيقول ان الشناوي في فرصة محققة في كارت احمر، سبب الاستدعاء ان في فرصة محققة كارت احمر. الجون او حارس المرمى لما يخطأ مع مهاجم معناها ان فرصة محققة بدون اي تفكير في اي اعتبارات اخرى. وبالتالي لو شلنا في اللقطة دي خطا الشناوي، الشناوي ما وصلش للكوره، لكن وصل للكوره مش هنتكلم، الكوره اللي لعبها مهاجم غزل المحله، وبالتالي الشناوي ما وصلش للكوره. لو شلنا خطا الشناوي فده فرصه محققه تسجيلها بكل عناصرها. وبعدين موجود الحارس، في الحارس الداخل، الحارس نفسه ما فكرش كتير مع الحارس وخطا الحارس، الكارت الاحمر بيكون موجود مباشره، وبالتالي ده كارت احمر مباشر لمحمد الشناوي. تمام، رغم انه الكابتن محمد حنفي راح شاف الفار. شوف الفار، ويعني انا ما اعرفش الاعتبارات اللي هو يعني ما رجعش الكارت الاحمر، لكن الكارت الاحمر مباشر وسهل، ما فيش فيه يعني اللقطه نفسها موضحه ان الشناوي ما وصلش للكوره. الحاله الوحيده اللي احنا ما نتكلمش في ان الشناوي ما ياخدش كارت احمر، يقول لمس الكوره، لعب الكوره يعني. لكن اللقطه من كذا اتجاه جبناها، والشناوي ما وصلش للكوره نهائي، اللي لعب الكوره مهاجم المحله، وبالتالي خطا من محمد الشناوي كان يستاهل عليه كارت احمر. طيب ايه تاني يا كابتن؟ الحاجه الثانيه، كان في لقطه في نص الملعب للاعيب الغزل المحله، دهس كامل على اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، وطلع بجسمه بالكامل بالاستادز على رجله. كان لازم حكم الفار زي ما استدعاه في اللقطه دي، كان لازم يستدعيه في اللقطه الثانيه، وكانت كارت احمر مباشر للاعب غزل المحله. في لعبة تانية برضو لأكرم توفيق، مش عارف معاكم ولا لأ، الراجل طالع بهجمة وعدى من المدافع لم يصل الكرة النهائي، وبالتالي كانت ركلة جزاء سهلة جدا للنادي الأهلي لما يتم احتسابها. وعايز أقول يعني الفار كان لازم يتدخل فيها، لعبة ركلة جزاء سهلة للنادي الأهلي، بتتكلم في انذارين، في كارتين أحمر وركلة جزاء للنادي الأهلي، فده كتير في ماتش واحد، في ماتش كبير زي ماتش غزل المحلة والأهلي. طيب ده مباراة الأهلي وغزل المحلة. مباراة الزمالك وطلائع الجيش. في الزمالك وطلع الجيش هنتكلم على اهم حالات موجوده فيها. هنتكلم في طبعا الهدف اللي تم الغائه للزمالك، الخطوط صحيحه النهارده، وحكم الفار تدخل صحيح بالغاء هدف الزمالك الاول اللي كان تم تسجيله. ويعني النهارده اجاده من حكام الفار اللي موجودين. لكن نتكلم في ركله الجزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك. احنا بنتكلم ان دايما احنا بنتكلم دلوقتي قدامك الهدف اللي تم تسجيله ده، الخطوط طلعت مظبوطه والغاء الهدف كان سليم من حكم الفار، اخذ وقت بس مفيش مشكله، في الاخر وصلنا للقرار الصحيح والخطوط تم رسمها بشكل صحيح والتسلل الموجود. اللقطه الثانيه بنتكلم على ركله جزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك. ركله جزاء موجوده والحكم موجود في مكان مميز، لكن احنا بنتكلم ان مفيش اتاحه فرصه، المبدا العام مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء. صحيح. ولكن اذا كان موجود معانا احتماليه ان ممكن يبقى فيه هدف، 3 ثواني مش هياخر ركله الجزاء. يعني القصه هنا بالنسبه لنا الاعاقه حصلت بالرجل، مفيش اعاقه بالايد، الاعاقه بالرجل، ركله الجزاء سليمه. لكن احنا لو استنينا 3 ثواني في هدف تم تسجيله كان اهم من ركله الجزاء، لان في احتماليه ان ركله الجزاء تضيع. صح. وبالتالي الافيد للزمالك ان يتم يعني ننتظر كحكم 3 ثواني بالظبط، يعني الموضوع ثانية ثانيتين ثلاثة، هتلاقي اقل من 3 ثواني اللعبة اتلعبت ومعاك الصفارة ومستعد، والصفارة اتأخرت شوية في ركلة الجزاء، لكن في الآخر تم احتساب ركلة الجزاء. كان الأصح إن مش راحت فرصة، نأخر الصفارة شوية، دخلت هدف يتم احتساب الهدف. طبعا ركلة الجزاء راحت، واللعبة دي يا كريم هي كانت لعبة المباراة، يعني الماتش خد 0-0 باللعبة دي كانت تبقى مشكلة كبيرة، لكن نحمد ربنا إن اللعبة دي ما أثرتش على ركلة المباراة النهاردة، بس متعلم منها كتحكيم ان احنا ممكن ننتظر شويه في حاجه زي كده. والثلاث ثواني دول مش هيفرقوا قوي مع بس هو كابتن جهاد، معلش وفهمني اكتر عشان انا بقى على حسب فهمي
انه مفيش اتاحه فرصه في ضربات الجزاء، مظبوط ولا انا غلطان؟ اذا كان في تسجيل هدف مباشره بعدها يعني مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء، ده مبدا عام. الا اذا كان في اللعبه اللي بعدها مباشره في تسجيل هدف، فبالتالي انت لو استنيت 3 ثواني او ثانيتين في الصفاره تطلق الصفاره مفيش خالص مشكله. انت لو حتى لو ما تمش احراز هدف هتصفر لركله الجزاء، مفيش عندنا مشكله. مفهوم. لكن هو مبدا عام زي ما قلت لك، مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء. لكن في لعبه زي دي كانت تحت فرصه مهمه جدا، مش تحت فرصه بقى انت تتاخر الصفار في ركله الجزاء، وبالتالي هتسمح للهدف يتسجل بدل ما تخاطر ان الفريق ممكن يضيع ركله الجزاء. طيب كابتن جهاد، بشكل عام بقى بعيد عن الدوري المصري، رايك ايه في الاداء التحكيمي في كاس العالم 2022؟ والله الدنيا ماشيه بصوره كويسه. اي نعم في اخطاء، انا في اخطاء اتكلمنا عليها وسجلناها مع بعض وبنتكلم عليها، لكن بنتكلم في شكل عام مع التحكيم مش مؤثر خالص في نتائج مباريات. مفيش مباراه حصل ان فرقه خرجت من كاس العالم بخطا تحكيمي، مفيش كوره خرجت وما خرجتش او تسلل وما اتحسبش. الحاجات المؤثره اللي كانت ممكن تحصل بدون الذكاء الاصطناعي اللي موجود، وبالتالي بنتكلم في نسبه كبيره جدا نجاح تحكيمي غير طبيعي في كاس العالم قطر 2022. الذكاء الاصطناعي اللي موجود في كاس العالم 2022 واحنا بنتفرج عليه في تفاصيل كثيره لها علاقه بالتسلل والخطوط وتقنيه خط المرمى وخلافه، بنقعد نفكر احنا امتى ممكن في مصر الحاجات دي تبقى موجوده عندنا في الكره المصريه وفي الدوري المصري. متفائل ده ممكن يحصل في سنين قريبه؟ والله بص، اللي كان بيفكر كريم قبل كده ان ممكن الفار يخش عندنا في مصر ولا لا، كان كله يعني مش متفائل ان يخش يدخل الفار في مصر ونشوف تقنيه الفار موجوده في مصر. لكن مع ده اكيد هنوصل للتقنيه دي بس بعد فتره. يعني اولا تدخل الاول في الخمس دورات الكبرى في مستوى على مستوى العالم، وبعد كده ان شاء الله هتجيلنا مصر. يعني التكنولوجيا والتطوير التحكيمي اللي موجود في المستوى في العالم كله عاجلا او اجلا هيجيلنا، بس القصه برضه بتاخر عندنا شويه على ما توصل، زي ما الفار تاخر عندنا شويه على ما وصل، واكيد التقنيه دي هتتاخر شويه على ما توصل. لكن في الاخر انا متاكد انها هتوصل ان شاء الله عندنا، ما دام بدانا القصه بالفار اكيد الحاجات دي كلها هتجيلنا ان شاء الله. في حكم بعينه عاجبك في كاس العالم ولا كلهم بشكل عام كويسين؟ لا، في ناس مميزه يعني في حكام مميزين بس ماشيين بصوره كويسه. انا اللي لفت نظري في اوروبا الحكم الايطالي رقم واحد، الحكم البولندي مارسين يانكي رقم اثنين، في حكام انجلترا الاثنين عاملين شغل كويس. اذا كنت بتتكلم عن امريكا الجنوبيه في سان باولو البرازيلي وحكم ارجنتيني، بتتكلم في مجموعه خمس حكام مش هيخرج منهم حكم النهائي كاس العالم السنه دي ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات.